Amen.
كانت تعيش تحت وطأة التعذيب وتحت وطأة العنف وتحت وطأة القسوة وتحت وطأة الشدة. القوة كانت سيدة الموقف، والسيف كان هو الحكم والحاكم، وهو الفيصل في كل الأمور. الضعيف لا مكان له بين الناس، والقوي هو الذي يسيطر وهو الذي يهيمن. ولذلك كانت راح الحروب لا تتوقف أبدا، تستمر لسنوات طوال، بل لأسباب تافهة تقوم تلك الحروب، بل من التوافه عند العرب أنه حتى عادة وأد البنات التي انتشرت في الأوساط الجاهلية كان من أسبابها الرئيسة، وكان من أسبابها الأساسية أن الولد هو مصدر القوة، وهو مصدر الشدة، وهو مصدر العنف، وهو مصدر القسوة. لا رحمة بينهم ولا تسامح عندهم ولا عطف، بل إنه من المشهور عندهم ومن المعلوم عندهم أن العطف وأن الحنان وأن العاطفة هذه من الصفات التي تعيب الرجل. إذا كان الرجل يعطف على الصغير فهذا عيب في شخصيته عند الجاهليين. إذا كان الرجل يعطف على عائلته ويكون رحيما بها فذلك عيب وذلك عار عند العرب. في هذا المكان وفي هذا الزمان ومن رحم المعاناة يبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله في ذلك المكان الذي تسوده الشدة والقسوة، يبعث النبي رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول صلى الله عليه وآله: إنما أنا رحمة مهداة، الهدية الربانية، الهدية الربانية إلى هذه المجموعة من البشر التي يسودها العنف، إلى كل البشرية، أن ينزل عليهم هذه الرحمة الإلهية المتمثلة في شخص النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. كان بخلقه القرآني صلى الله عليه وآله، وكان بسيرته العظيمة يمثل كل الرحمة وكل معاني الرحمة وكل أجزاء الرحمة. تعال إلى سيرته العطرة قبل أن ننتقل إليها، قبل أن ننتقل إلى هذه السيرة العطرة، تعال أيها المؤمن لترى كم قاس النبي محمد وكم عانى النبي محمد في أن يزرع الرحمة في أبناء ذلك المجتمع القاسي، أبناء ذلك المجتمع الذي لا يستخدم إلا لغة الإرهاب والعنف. لكن حين وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله تبدلت كثير من الأمور، ومع استمرار الوقت واستمرار الزمن للأسف الشديد عاد العرب إلى جاهليتهم الأولى، عاد الناس إلى جاهليتهم الأولى، وبدأ من جديد يظهر وتظهر مفردات العنف والإرهاب والاضطهاد والظلم والقسوة، خصوصا في العصور الإسلامية المتمثلة في عصر دولة بني العباس ودولة بني أمية التي تمثل فيها الإرهاب والشدة والقسوة بأبشع الصور. ماذا صنع بنو العباس وماذا صنع بنو أمية؟ تعال وارجع إلى تاريخهم ليتضح لك أنهم دمروا كل معاني الرحمة وكل معاني الإنسانية وكل معاني التسامح. تعال ويكفيك خبرا أن تسمع خبر واقعة كربلاء.
ويكفيك أن تسمع ماذا جرى في واقعة الحرة، ويكفيك أن تسمع ماذا جرى في واقعة فخ التي لولا أن تكون واقعة كربلاء فيها الحسين بن علي الشهيد لكانت واقعة فخ أشد قسوة، بل مواقفها في الواقع، اقرأ هذه الواقعة عن هذه الواقعة ليتضح لك أن وقائعها تفوق وقائع واقعة كربلاء. تعال وارجع إلى تاريخهم الأسود لترى أن العرب عادوا إلى جاهليتهم الأولى. استمر الناس على هذا المنوال، وصارت كل حكومة تضطهد، وصار كل قوي يضطهد الضعيف ويقسو على الضعيف، وصار القوي لا قيمة له، أو الضعيف لا قيمة له، والفقير لا قيمة له، لأن الغني بما يملك من قوة في يده يضطهد هذا الضعيف الفقير. تعال أيها المؤمن لترى في شتى بقاع العالم كل المسلمين يعانون ويضطهدون ويقتلون ويدمرون، بل ويذبحون. في أي بقعة تتحدث، أو عن أي بقعة تتحدث؟ كل البقاع ترى أيها المؤمن. تعالوا شوف على سبيل المثال أفغانستان والمجازر، تعالوا وانظر إلى فلسطين وسنين تعاني هذه المجازر، تعالوا وانظر واستمع واقرأ عن أرض الرافدين وتشوف المجازر الدامية التي تجري في كل يوم. أنا آخر خبر سمعته، ويمكن غيري يتابع الأخبار أكثر مني، الانفجار الذي وقع وراح ضحيته 100 من الضحايا، بعد يمكن صار عنده انفجار وانفجارات وانا ما ادري. في مجلس العزاء يذبح هؤلاء الابرياء بمصطلح الارهاب وبمفهوم الارهاب والذا رحمه والقسوه والشده. اين هذه الاعمال من شخص النبي محمد صلى الله عليه واله الذي تمثلت فيه الرحمه بعينها؟ كم أوذي النبي محمد ولم يؤذ نبي مثل ما أوذي هو صلى الله عليه وآله. قريش ماذا صنعت وماذا فعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قريش الفترة التي بقي فيها النبي 13 سنة في أرض مكة، كم قاسى وكم عانى، حتى لما يخرج إلى البلدان أو المناطق القريبة ليدعو إلى الله، ماذا يجري وماذا صنعوا برسول الله؟ في طريقه يؤذى، والصبيان ترشقه بالحجارة، هذا نوع بسيط من الإيذاء ليس إلا واقعا، واتهم بالأكاذيب، واتهم بالجنون، واتهم بالكذب وما إلى ذلك. عندما يصلي عند البيت الحرام يأتون بسلل الجزور ليضعونه على أو ليضعوها على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وآله. سلل الجزور يعني ما تبقى من قذارات بعد عملية الولادة عند الناقة توضع على ظهر النبي وهو ساجد لله، فتأتي فاطمة الزهراء لترفع ذلك عن ظهر أبيها. هذه المواقف لو كانت عند شخص آخر لكان يفكر في ذلك اليوم الذي يسيطر فيه لينتقم من هذه الفئة. النبي محمد لما جاء العام 8 للهجرة، عام الفتح، ودخل إلى مكة بكل قوة وبكل تمكن، بإمكانه أن يصنع أن يفعل ما يشاء والقوة كلها بيده. هؤلاء ينظرون إلى رسول الله، هند زوجة أبي سفيان، أبو سفيان، وحشي قاتل الحمزة، هؤلاء كانوا من الذين أباح الرسول دماءهم ولم يشوفون مقتلوهم، لأنهم يمثلون خطرا على الدين، خصوصا بعد عملية ما يسمى صلح الحديبية في العام 6 للهجرة، وبعد أن خان المشركون بهذا العهد وهذا العقد الذي من المفترض أن يستمر 10 سنوات أبيحت دماء هؤلاء. لكن شوف هؤلاء هم رؤوس الفساد. رسول الله صلى الله عليه وآله يعتق أو يتسامح معهم صلى الله عليه وآله،
ويرفع إباحة دمائهم. لما يدخل إلى مكة ينظرون إليه وينظر إليهم: ماذا تظنون أني صانع بكم اليوم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصبح وبقرت فاسجح يا محمد. هو شأنه الكرم وشأنه التسامح وشأنه الرحمة. أين منا؟ أين الرحمة؟ أيننا أيها المؤمن؟ نحن من رحمة رسول الله. فلننظر واقعا إلى كل حياتنا وإلى كل تفاصيلها، هل عندنا شيء من رحمة رسول الله مع الأبناء، مع الأطفال، مع الأهل، في المجتمع؟ هل عندنا شيء من رحمة رسول الله؟ لابد، وهذه أجمل هدية نأخذها في هذه الذكرى، في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله، أن نزرع في أنفسنا حب الرحمة وحب التسامح، ونبدأ الخصام ونبدأ الفرقة والافتراق. هذا ما يريده منا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما يطلبه منا رسول الله، أن نزرع في أنفسنا الرحمة. وما أحلاه وما أجمله من خلق عند أبي القاسم صلى الله عليه وآله. مجدداً نبارك لكم أيها المؤمنون هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة النبي وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم في خير وفي عافية إن شاء الله، وحال أوسع وأفضل وأكمل وأنمى من هذا الحال بجاه محمد والآل. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي: لما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله تعالى وليس فيها أثر ولا وجع، وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة عظيمة ففزعت منها، وإذ قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال يفوح منهن روائح المسك الأذفر والند والعنبر، وقد تقمصن بأطمار من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض، وقلن لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التام محمد صلى الله عليه وسلم. فشربت منه آمنة ثم قالت لما شربت: أضاء من وجهي نورا ساطعا، فجعلت أقول: من أين دخل علي هؤلاء النسوة؟ وكنت قد أغلقت الباب على نفسي وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن، ثم قلن لي: يا آمنة أبشري بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت آمنة ثم قلنا: هذا محمد مصباح الأراضين. ثم خرجنا عني وإذا أنا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين، فإنه سيد فإنه
إنه رسول رب العالمين. قالت آمنة، فأخذني الجزع والخوف وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان حمر المناخير. قالت فبينما أنا متعجبة من ذلك ومما رأيت منهم إذ وضعت
الكون فرقت أبا الزهرة محمد. فرح مبعث فرح مولد المختار علينا تشعل الأنوار. فرح مولد المختار علينا تشعل الأنوار. زهرة في الكون فرقت أبا الزهرة محمد. 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 فرح مولد المختار علينا تشعل أنوار. فرح مولد المختار علينا تشعل أنوار. أبا الزهرة محمد. أبا الزهرة محمد. أبا الزهرة محمد. أبا الزهرة محمد. نشكر فضل بارينا من بنعمة علينا بنفرح هذا مولدك نادينا يا ابو القاسم يا هادينا. القلب صاح فقدنا المصطفى بدينا على الجنة يدلينا. بدر لا بدر لا تباركنا وتهنينا اخذنا شمات ملينا. الحزن راح فطير السعد غرد وعند الفجر أبشد. فطير السعد غرد وعند الفجر أبشد. هلا بوالد الأطهار علينا تشعل أنوار. أبا الزهرة محمد. حزن زال حزن زال. جبين اللي يحب واسمه بها للحشر يسمى بالأعمال بالأعمال. من الله مسدد وبالنصر مؤيد. من الله مسدد وبالنصر مؤيد. فرح ما قبل ما مولد المختار علينا شعل أنوار. أبا الزهرة محمد. أبا الزهرة محمد. إزاها في الكون فرقد. أبا الزهرة محمد. إزاها في الكون
على هالحال للآخر تمسك.